جعفر بن أبي طالب لقد رأيت جعفرا جعفر أيان أركيب النبي في الجنة له جناحان لبق رب وليه مضرجان بالدماء ديق لقد روبي والحال هو أسوء مسبوق القوادم يعني قمده سنة يعني سبق لما ري سبق مسبوقة يعني وديق يعني أفرت قدمه أي قوادم أيو ديق كليها ما دام اللودي سقع مود لقوي وي في سبيل الله يكون قائل الله يوحي أقول بدل اللبا لبا قربا الله يقول بدل وذهب مركز الجنة لا يسر رب أقول دولي أقول دولي كان في بني عبد مناف في بني عبد مناف وحاء هذه خمسة رجال شنن يشبهون الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أؤك أشد الشبه أكان مد أقدر حتى إن ضعاف البصر دتك إن دهير كثيرا ما إن بدن بيكانوا وحي أهين يخلدونك وكدر وكده هو بين النبي وبين ويبس كقدر من جرين تدك إن ده ير شن نبى نبيك دهو أكيد مركز تدك ير إن ده ير نبيك يبقى أم لين يا ميت بيك عنده إسكا قبرني يا رسول الله نبيك يمد يا أمر يعني سيدو هو أكاية نبيك هو أكاية عليه السلام ولا ريب شك ما هبل في يعني في أنك أدوه ولا ريب وحشك أكو مجر في أنك أدوه تود إن أتجعشاي أن تعرف إن أتقرط هؤلاء الخمسة شنطان إن أتبرط النبي قاد وإكا أتبرط أتجعشاي شكينكم مجر إن أتجعشاي الذين كواسوا يشبهون أؤقوا نبيك النبي قاد عليه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام آيه شنطان إن النبي قاد وقوك إن أتبرطوا أتبرط أتجعشاي بانو ملي شكينكم مجر إن أتجعشاي فتعالى كالي نتعرف عليه ما نقنصن كواس هذا كواس أنو شيقيناي يعني أنو شاقنا كالي أيو ليا شاف إنهم أيقو أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع نبقى المعذير بي أهايان أبو سفيان ننك ليرا حارث بن عبد المطلب يا عبد الله بن عبد المطلب أكالر وأخوه من الرضاع ناس نو إسلم وقينو حليمة سعدية وذي النجس إيا وقصم بن قصم بن العباس بن عبد المطلب قصم ننك لديه جرية بن عباس بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المأذر بيأسقنا هاي النبي وعباس بن عبد المطلب بعد الله أسقنا قصة من كليرة وصائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم صائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم جد الإمام الشافعي رضي الله عنه وكيسة دحادن كاسنا والحسن بن علي سبد الرسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي كليرة ذو يعني النبي إن قبديت كيسها هي قبدي سوى إذا شيء فاضمة وكان وحوى هذه أشد الخمسة شبها شنطة متك أو قدرا أكانت بالنبي الله أكاد صلوات الله وسلامه عليه شنطة وضعنا حسن بن علي بن نبي أو أكاد إيه وجعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب نك اللي يراد يعني وكيش نادي قدن به جعفر بن أبي طالب وهو أخو أمير المؤمنين أمير المؤمنين ولالكي ويعلي بن أبي طالب فتعالى قال ابو رشاخ نقص عليك انا كاغ قسون صورا سورين يتلمامو من حياه جعفر كم رضي الله عنه وارضاه كان ابو طالب وحوها وجعفر ابيه على الرغم من سمو شرفه اي في قريش وعلو منزلته في قومه رقيق الحال كثير العيا كان ابو طالب وحوها على الرغم من سمو شرفه شرفتي سي اللقب في قريش وكلها شرفتي سكرينت هذا في سمو شرف من سمو شرفي شرفتي سكرينت هذا في قريش وكلها ومن أضيء هري قريشات بها وعلو منزلتي مع علو منزلتي منزلتي سكرينت هذه اللقب في قومه وكلها رقيق الحال بها دنا من فقير أهو وحباء أنهي سنين بها كثير العيال عرتي سنة إبنين وقد ازدادت وي زيادة حاله حالتي سوءا يعني حمان أيك زيادة على سوء بسبب تلك سنة المجدبة مجدبة سنة ذاس أبار تأمر كيد عادة سنة أبار هو أد يعني وحول بابا أي دمادين حوله وحول بابا دمادين أياد عادة مركة نينك أول بابا وحيارا وحياري أم بأسي زيادة هذا التي سنة ذاسو نزلت بقريش قريش كود عادة سنة حنو أبار كود عادة وفأهلكت الزرعة حوله با يعني باب إسي يعني نبات كيف باب إسي فأهلكت ويها لكتي الزرعة زرعي يعني باره يوحي سود لني والضرعة حوله نوي باب إسي وحملت الناس ضدك وحيكوحن بارتي
على أن يأكلوا إن عنان العظام البالية لفها باليو بي إلا كرسوا هاي. ولم يكن موسى هين في بني هاشم يومئذ مالن كاس أي سرون إن كمال بدن من محمد بن عبد الله يوم من عمه أذيرك العباس ري بن هاشم لو ذا نبأ أوحى ولا بدنا نبي عليه الصلاة والسلام أذيرك عباس بن عبد المطلب. فقال محمد النبي محمد بأ وحو أجري للعباس يا عم أذيرو إن أخاك ولالك أبا طالب كثير العيال نن عرور بضنوه وقد أصاب الناس دتك وحا أسيبي ما ترى وحد أركيسو من شدة القحد أبارت آدو درنا آية مرحبا إيه ومضل الجوعي قاجدا يعني آد كأدران واي يا ومضل الجوعي مضل الجوعي وحوي ألم الجوع قاجدا يعني حنون كذا يدبات هذا دوا. فانضلق بنا إن كان إليه أن أتقنى حتى نحمل عنه أن كقادنا بعد العيالي عروتي سانقار كقادنا وان أرقنا ماشي أرنتو آد بيو أدكتا سقونا وحو هيا مجرى وان عرور بضن أن عرور تقار كقادنا إن كان مرحبا آية. فأخذ أنا فتى من بنيه أنا ومد عرورتي سكمد عن قاضي وتأخذ أنت أذونا وقاضي سافتا آخر متكلة آية آية. فتكفينهما عنه مركز أنك كافرين فتكفين آية فتكفيهما عنه فتك آية فنكتفيهما فنكتفيهما عنه وأنك كافرين مركز عليك بدل ما أنك كافرين كقاضي نايو أذونا مد كقاضي أنا جنبي بنك قاضي آية. فنكتفيهما عنه وككافرين. فقال العباس وحيري لقد دعوت إلى خير وناك بادتك أوي يرجلتي ولي قابو هذا خير بادي يعني أوي يرتي وناك وحضلت واد بورس على بر وناك بادك بورس أين كان ثم انطلقا واتقين حتى أتيا أبا ظالم إلى يوتقين. فقال له وحيري لذين إنا أنك نريد وحندونينا أن نخفف عنك إن انكافض دينه بعض ما تحمله وحاد قاضي سقاركي او من ايه من عبء عيالك عرورت هذا عليس كوضاو ما داد وحبهينين تتبضن ماشي كوهيسو دي عليس كإن انقار كاقاد نواه حتى ينكشف هذا الضر نبكان الى او كافض دادو الذي مصر الناس داد كتابتيوه. فقال اللهم الله بدو دي وحويري وويلكو اذيركو وهاي ننكي ولا لها هاي عباس هاي اذا تركتما هداد ايقاتكتان لي انك عقيلا عقيل هداد اي ديسان فصنع ما شئتما واحد دونتان سمي عقيل بانانو إذن كرهبان يا انتك لواحد دونتان سمي اما لو دتك اما قارك قادة عقيل نيداي. فأخذ محمد وقاذ عليا وضمه إليه وأخذ العباس وقاذ جعفرا وجعله في عياله بكيا آي لوضع نمبالك علي يعني جعفر. فلم يزل علي كمزول مع محمد نبي محمد لجر حتى بعثه الله إلى إله صدر نبي بدين الهدى والحق. فكان وحو هذا علي أول من آمن قفر ما يقوي أوه الرأي يكمدها من الفتيان عروت إلى الروا مرحبا. ومن السبيان علي سلم ورنجر عروت أسقى يعني ذاتك يري رسالة أوه الرئيس العلي. وظل جعفر جعفر وحو هذا مع عمه العباس أديرك عباس بو لجري حتى شب إلى أو بربارية وأسلم أو إسلامي أو واستغنى عنه وكد يقتومي مركو وين هذا أو إسلامي أيو كد يقتومي دي حولو يا شيء أو مركني وين منو. انضم جعفر بن أبي طالب انضم وحو أضمي جعفر بن أبي طالب إلى الركب النور نور كجماعة دي سيبو أضمي هو أسقى إيه وزوجه زوجتي سي أسماء بنت عميس الأورنجر سقى يحاسك يسيبو وإسلامين مركز جماعة دي نور كوا جماعة المسلمين بيكو إيه أضمي منذ وقت آية منذ أول طريق منذ أول طريق بيقدم يعني طريق عن إسلام كمركي وبلابني أول كيس هرب ويقدم منه. فقد أسلم وإسلامين على يد الصديق بيكو إسلامين رضي الله عنه سأبو بكر بسبب أقوها قبل أن يدخل الرسول رسولك أنتو نقلين صلى الله عليه وسلم دار الأرقم دار الأرقم أنتو النبي قلين هرتات والله قيال فتاة ننكي دل يرضى يا شابك هاو لكل من الهاشمي يريب بن هاشم لون نسبة هو جعفر إيه وزوجه زوجتي سي الشابة أيضا دل يرضى هيد من أذا قراش قراش نبكيدي إيه ونكالها عذاب كيدي ما أبي لكل من لقيه المسلمون الأولون مسلمين تورا إلا كل من لبعت ذي مسلمين تورا مسلم عذابتا إلا كل من وبي أيقون الله كل من. فصبرا وي صبرين على الأذى نبكي بيكو صبرين لأنهما اللبضود وجعفر يزوجدي سي كانا وحيها يعلمان كوؤك
أن طريق الجنة جنة وضد هذا مفروس إن لجو جوجلي بالأشواك قضح إن لجو دادي يعني وضد جنة الله سي مرة قضح بالجو دادي يعني ووضد نبضا وهي معنى محفوف وحلو كوبي بالمكاره وحل وحي نفط عبيد بالجو كوبي ولجو ورجيوي ولكن الذي كان ينقصهما آية وينقص إخوتهما في الله أن قريشا كانت تحول دونهم ودون أداء شعائر الإسلام ولكن الذي كي كان هذا ينقصهما لبضوض متك علونا عبادة ذلك علونا الدين هذا وينقص إخوتهما يا ولا له هذا يعني علونا ولا له هذا في الله إلهي درتي أقو ولا لها وأول رجع كلام مؤمنين يعني دتك كلام مؤمنين تأوي وها عبادة ذلك علونا يدبا يوم حي أن قريشا قريش كانت إنا هيد ويتحول متك لتهدو دونهم يودون أداء شعائر الإسلام شعائر الإسلام كينا يقتان أي أديدن قريش قريش باكور تاجني ما عبادة سان كرتان بلي وتحرمهم ويكهو جنيسا على قريش أيها كهو جنيسو من أن يتذوقوا إلي دميان لذة العبادة عبادة معانك حال مركي اللي وفصحه ود آمن نقطة عبادة معانك إذا دمين كرتاي هدي بقونا رومان يسؤون يعني مركز ملكو أرتوى أن اللي بلقوه جيسان أيه عبادة معانك هدي بمرة دمين آية فقد كانت وحيها تقف الله مدو استاكتو قريش فقد كانت قريش وحيها تقف الله مدو استاكتو في كل مرسد ما الكستوي أقل جرت وتحصي عليهم الأنفاس تحصي عليهم وحي كل علي نيسا كل علي نيسا الأنفاس النفط كل علي نيسا حس نفط كل علي سلوية نفط أي كل علي سوا يا عند ذلك نبكى أمركو دعي وضدك يرى المؤمنين تهيدي عبادي سوايين قراشة كعبادي سوايين استاذنا جعفر بن أبي طالب وإذن ضلب رسول الله صلوات الله وسلام عليه رسولك أيو إذن ويديست بأن يهاجر إنه هاجره مع زوجه حاسك يسمع هذا إيه والنفر أو من الصحابة يعني قيب أصحاب تكمد إلى الحبش إن أرض الحبش أسو هجر ذا فأذن اللهم نبيه وهو إدمي والحال هو النبي آية أسوان أويهي مد آد أمروكسا حزين أويهي اسكو معنى وهي أسوان حزين آية مد آد أمروكسا أويهي محوكا مروكسا يهي أصحابته يعني ودن كودي أي كرشين لو دي ذي هنا يكون عبادستين ويعني لو دي باتقلين نقول أين أقولين وقربه وين قرنين إنه وعران تأسوا النبي كم ركسين سكنوا وحبان وقبن كرين وهذا ونقول حبك علين كرين وان فقد كان وحوه هذه يعز عليه مدى يكون أذكتها النبي فقد كان النبي ونبي وحوها يعز عليه مدى يكون أذكتها أن يرقم هؤلاء الأظهار رقى أظهارته ونواناكسن إن للدلي الأبرار وأبرارته على مفارقة ديارهم يعني ودن كودي إنه كتغان إن لودي إن لود الله يوا إن لود يبقى تقلي إنه ودن كودي كعرران ومبارحة مراتع طفولتهم بل يرن مضودي إيه مركا ير يراين ماش أي جوجي جيران مرتع يعني وماش أي كعيار جيران أما يعني أي كورين أي كسو كورين واي مراتع دود ماش أي كسو كورين إنه يكون راحة يستان واي إنه يكون راحة يستان يعني مرحبا مركزها يعني تاس إنه يلتهدد اللو جيدو أي كتاقين أيها لقود اللي على مفارقة ديارهم بيو ومبارحة مراتع طفولتهم قالن يرى نماذا دي عرور نماذا دي ماشا يكسو كورين فاروق دي كتاقين كتاقين إيه ومغاني يعني شبابهم يعني ومغاني شبابهم قالن يرى نماذا دي قالن يرى نماذا دي يعني مرحبا ماشي أي كعيار جيرينو يعني وكاو ايه هلكي يكون عيار جن مغاني ذو يعني وهلكي يعني مغاني شبابهم اي ديارهم يعني مغاني ذو يعني مكانو نقاشة ذو دو مقناه مقناه ايش اللي قلنا قاعدة ليرا ومغاني شبابهم قال لي يرى نمضو ذي مكانو نقاشة ذي ماشي اي كسو كورين اي جوغي جرين وامك يا ان لقو كلفة اني كتغان يا تاسع الود لي تاسع النبي قد يبكوا هنا أصحاب تلك على جوضوا دون ذنب جنوه أيقون واحد ذنب أجل إلا أنهم أيقوا قالوا وحي رادين ربنا الله رب جنوا الله أم بيردين بس الله أم با أنو ك يعني رب جازمان عابدينا مرك أنت بس الود علوب ولكنه لم يملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم ذا قريش ولكنه النبي لم يملك موسى هنن من القوة أود يوال حول حالات
ما موسى أودين يدفع به وكدفع عنهم حق هذا هذا قريش وكدفع أود وكدفع أي حيلت وكدفع مدنا النبي جمهين مضاه تجي ركب المهاجرين مهاجرين تجمع عدد الأولين يهري إلى أرض الحوش وعلى رأسهم وحه جابين يعني من كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه واستقروا ويسقنا ذين في كنف النجاشي نجاشي كنف كيسا يكسقنا ذين من كاسي أتجين مجن قليه ويديستين مركزه مجن قليه ويسفي عنه ملكها حبش بقر كهديها العادل صالحه العادل عادل كها الصالح ونكسنا خير كبدنا مركز دمنا وبا إسلامي حماه ورعاه وإلاليه سفي عنه وإلاليه يعني بقر نجاشي إنك لورنجري حبش مركز حكومة أصحاب أيال اللي جري مقعيسه فتذوقوا ويد دميان لأول مرة مركي أبوه الرئيسي منذ أسلموا لقصوا بالله بعمل أمني نبت قل يدا معان كيدي بيد دمي مركي هل كاتقين وبقر كاس أمي يعني ومقن قل يي أيه وحيد دميان نبت قل يدا معان كيدي بيد دمي حيال أمني هدون جل الاستقرار مجري مكتوى لما سقنان كروا مرحبا وست يعني وستم يعني واستمتعوا وحيكون استمتاعين ويكون راح يستن بحلاوة العبادة عبادة معان كذي دون أن يعكر أسوون هناك عن كوس قينين هناك هالينين متعة عبادة عبادة وضراحة هذه معكر يعني مدوح وسقية علوي أو يكدر وسكع الولين صفوا سعادتهم ليبانتو ذا سافن ماذا ذي وناك ذي مكدر مدوح علوي لكن قريش قريش ما كادت ميسا سجن تعلم إني أقاتل بالرحيل هذا النفر جماعة يعني سفر كذي تجيتان كودو من المسلمين كمذا إلى أرض الحبشة يوبحان آية وتثقوا على ما نالوه في حما مليكها أو وتثقوا أي كوك يعني إلى أرض الحبشة إنه يوبحانه أو وتثقوا أي كوك الصنادين على ما نالوه في حما مليكها ما يسمى قل وما يسن أجانين مسلمين تاس أوبحي أرض الحبشة أهجروذي وتثقوا كمين سك يعني كمين كالصونان على ما نالوه وحي جارين مسلمين تايرتا أو يعني في حمام ملكها حبش بقر كذا وعني مجنجلية دي سووها إكهلان أو من الطمأنينة تحصلون على ديني بدينته هي والأمن إن بتجلية على عقيدتهم عقيدة ذي آمن كل نقطة حتى هبت إلى أي بوديو تأتمر أيضا يعني تأتمر بهم أيضا أم ليجيو لتقتلهم إنا إلا يسوع أمسى تسترجعهم إنا يسوع إلى السجن الكبير عرب مركبه قريش مركبه مؤامرات وحي كصمايين مؤامرة يدجين أكعين مركبه ما هي مؤامرين يعني لتقتلهم جماعة إلا الله أيه أو أمسى تسترجعهم إنا يسوع إلى السجن الكبير إلا يسوع إلى حبس إلى جليوه فلنترك الحديثة حديث كأن أدينا إيه قصة لأم سلامة أن أدينا رضي الله عنها لتروي لنا إن نورس الخبر خبرك كما رأى سيدة أركتي عيناها لبدي إن دوسي كو أركتي وسمع دو أي مغشي أدناها لبدي دقود قال أم سلمة وحيتري لما نزلنا مركان دقني أرض الحوش لقينا وان لكلنا فيها في جيدة خير الجوار درس ميتكي أبو خير بنا وان لكلنا فأمنا وان آمن غني على ديننا دين تاندي وعبدنا وان عابدنا الله إلهي بان عابدنا تعالى كرهي أي ربنا ربك أنقها من غير أن نؤذى أنقوا نلدي بينين أو نسمع أنقوا نمغلين شيء أنكره وحان دبس النوال فلما بلغ ذلك مركو قاري قريشا قريش ائتمرت بنا يعني مؤامرة أي نوصة ميين مؤامرة أي نوصة ميين فأرسلت ويصدرتي قريش إلى النجاشي بقرك النجاشة وحي أصدرين رجلين اللوانين جلدين قويين أحبا من رجالها قريش رقيا دي كمدا هما اللبدانين عمر عن عمر بن عاص إياه عبد الله ابن أبي الربيع لبدانين بها لصدر وبعثت معهما وحي لصدرين قريش لبدانين بهدايا هديوي كثيرة فربدا للنجاشي بها لصدر هدية داس إياه ولبطارقته ولبطارقته رجيسي ملح بها يورن هدية فربدا وأسقى إيه ملح دي سيورن وزير دي سي رجال يعني دولة إيه رجل رجال الدين كأيورن هدية كف لهم بالا صادر مثل البقار كيس الله سينا كو ومما كي كم ذا هدية ذا سمحيد ومما كي كم ذا كانوا أيهاين قوان قليهن حبشة ذا
يستدرفونه وحي جعليهن من أرض الحجاز حجاز أرض هذا وحي لقى كيان جلو جعلاين زبيب إيو يعني هركة إيو وحاصو يعني دنا على لقى كيان جلو عاد لو جعلا يلا صقل وهدية ثم أوصدهما اللبذ إن قراش وحي أدر دارنتي بأن يدفعا إني ديبان إلى كل بدريق ننكستو مدحة هدية وهدية ديسين لو ديبو قبل أن يكلما إنتين الله اللي ملك الحبشة حبشين أنا بقر كودوين إنتين الله اللي في أمرنا أمركا أي إنتا منتين بقر كوين إن أتقين مدحوينها مركا هورا رقا يعني وزارة دن يرقى يعني علماء دن يرقى ووينا دن نيول بهدية ديسي هلو دجيب ووحات هذا أمر بان مدحوينها وصعنا أيه هذا مركي أن أسوأ جيدنا أن كعصرنا أذن كنا أيضا وين لا تاي لها بل فيري حالة إيدقين فيري سيئونا ننكا مدح أسوأ علينا حالة ننكو مركي يعني مدحوينها قوان لقصوا عصده دي وإنو لا تشهد سوما رقيس رجال الدولة وإنو لا تشهد سوما رقي وردن بامرر اللي وذي الله لشيء اللي قدجي مركي أسوأ حيل هرأي بيك جوابا ياندي وكا لكن وحي الله بضايان لكرين وايد آيه فلما قدما مركي سوق لين الحبشة لقيا ويل كل من بطارقة النجاشي نجاشي مدحدي رقي وزردي ساهاي مدحدي ساهاي ولم بيل كل من ودفعا ويؤدي بين إلى كل بدريق ننكستو مدح هدية وهدية ديس فلم يبقى أحد أحد مهرين ومنهم كمدا إلا أهديا إليه وهدية سيين ويهديين وقال له حيؤيرادين إنه شأني قد حل في أرض الملك بقر كان أرددي سوى حاسو قلو يمد غلمان ويل الير يروه من سفهاء ناكو أنك ما نقابك آها ويل الير يرى وأن كسم الله هين وكو أنك ما نقابك آيا يمش سبو كواسو سبو إيشي وكتغي عن دين آبائهم آبيالكو دين تودي وأجدادهم أو ويالكو دين تودي وفرقوا ويك لقيين كلمة قومهم قوم كود كلمة دودي اسكو دوبنانا خلاف بيك دحردين أويك لقيين فإذا كلمنا الملك بقر كمركان لا هذا لنا في أمر من أمر كذا فأشيروا عليه بقر كوحدو إشارتان بأن يسلمهم إلينا إنو نودي بك عن تنوغلي دون أن يسألهم أسقهم ويدين عن دينهم أيقون أيقا وحبل لسؤال إنو نقدره وإشارة بقر كوإشارة كل طليتاس على دي وحلا ورصد نمان كان ويدو ديان ونمان دين له نين كان واني هلو كتاب أو هدو دقيستو أرنتاس يعني ووحي كيابين بأنباء دي إنو دعائم بكيابنا يا مرك أصدقون الله هدلينه أيجا بورسدين إنه نقدره وإشارة بارك آية فإن أشراف قومهم محيا لوحن وحبب اللو يديننا أيجا حلو ورسنينين فإن أشراف قومهم كوان هذا واحد ولا ير يراهم ما نجابه ولا يرئه قوم كود الرجل ذي ووينا ما لحد العقل قالها يا أبصروا بهم يعني آدوا يعني حال كود أوج أننا نصادره وأعلموا يعني آدوا قال بدنه بما يعتقدون وحي اعتقادهن فقال البطارقة وحي إلى ذنكو ملحظة يورن نعم وإيه لنارده إنه البحولة لزيادة زمى قالت أم سلمة وحيتري ولم يكن موسى هاني هناك هلك شيء شيء أكرهوا لعمر عمر أكن عبيها هي وساحبي ساحبك من أن يستدعي النجاشي النجاشي إنه أييرو أحدا أحد منا أنك نقمده ويسمع كلام هذا الكيس ودقس نمن كان وانمن فصاح أبدا حق بي وطان مركا عمر كان لا سو ديري وفدغا يا صاحيبكي ما جعلو نجاشي بقركو انتو نيمان كان ميد كميدو او ييرو انو ييرادو ور بحالكينا ادو ايغا ور انو ييرادو ما جعلو وخو ربا سغون لا ورسنن ان لا خليو ليرا او لوغو در لا افدو عيل وحو يعني امر مره يا رغا مدخدو دن او هديده اسينيا واساس ثم اتيا ويتغين ان نجاشيه مركاي مدخدي او دن لا لوسين ايي بقركي نجاشي او تغين وقدم اليه الهدايا هديوين كفرض بدنا بيوجين قدم إليه آية الهدايا هديوين كي بيوجين فاستدرفها آد بوجعل هذه وعجيب بها وأنا العجب قال لي منك هدي هذا لوسو دي آد بوجر على نقضي ثم كلمه وإلى هذا إنه فقال وحيد هذا أيها الملك بقر كنو إنه شأني قد أوى إلى ملك مملكتك مملكة هذه هي دولة ودن كاجي وحاصو قلي وأصو دمي ضعيفة قلو أو من أشرار غلماننا بل يردين كوي أغشر بدناء موريان تهوى أي بل يردين كوي أغم موريان سنة أي أودن كاكي سوق لي قد جاءوا يمادين بالدين دين بي لي مادين ووطان لا نعرف أن قرن نحن أنك ولا أنتم أذين كنا إينا أقونين دين أنك أنسكو إن كرن كل هراء وأنك أن قرنين أذين كنا إينا أقونين ودين تينا هذا أنا هيستا أنا هين أي وطان
فارقوا ديننا ففارقوا ديننا دينتا النبي بي فارقين ولم يدخلوا في دينكم دينتينا ما يسوقل وحو دخي هورت مخوي اي هداي تانادي كسو تاغين ادينكنا ايسا ايدن راعن سو نيمن وشر وتو برعدا ما وح عصوي وطان هدا مخوي حقيقه كان اي وقد بعثنا وحنا صدر اليك حقاغا اشراف قومهم نيمن كان دلين يردا اي ودنكاغا سو غلي خن خن يعني رغودي اودياشا هاي مدخده عقلي لها ايانا صدر ومن آبائهم آبيالكود يو أعمامهم أدريالكود يو عشائرهم عشيرة دودي رقي تلقودها لتردهم إنا سوعلس إليهم حقوده وهم أيقا أعلم الناس بما أحدثه وهم رقاس يعني آبيالكود يو عشيرة دودي يددك تلقود إكي ماذين أي أعلم الناس يددك أيقان وآد بي أي حكت ودوه بما أحدثه وحي سودر ريان ومن فتنة فتنة وحي سودر سيان وفتنة أيقا آد وقرن أيه ساسا كا عصنينا نمان كان إنا توعي لسؤال نقدرته وطلقه ذا نكوع لنواي فالنظر النجاشي والنجاشي وفيري إلى بدارقتي ماذا حديثي وفيري وزردي ما شفرده ورنا يوسا وفيري فقال البدارقة وحي رادين صدقاء رنبه شيئين أيها الملك بقره وارنتي وارنته دي من كان هذا نمان كان كل هراء اللي وذل الله الشيء كله زماء ووحي لقع عصده إنا بقر كاي مركو صوفيري أي إنونا أيغون أسوى نمان كان الله دلين أيو إشارة إنو علي سوما وارنتو دلوذا نين رنبي شيغيان فإن قومهم قوم كودي يا أبصروا بهم نقوك وأعلموا يقانوا بما صنعوا وحي سميين يفردهم علي إليهم حق هذا آي علي آي هاي ليروا رأيهم رأي قودي إني أركان يعني فيه آي فردهم إليه فقدب الملك بقر كواحنا غضبا شديدا من كلامي بدارقتي مدحديسي وزرديسي هذا الكاذب وكحناق وقال وحير لا والله لا أسلمهم لا أسلمهم أدي بماي لأحد أحد أدي بماي حتى أدعوهم إلى أن أجيرو وأسألهم أن سؤالو عما نسيب إليهم وحلو نسبيني وحلو وشيغي يولو أذين إلى أن ورصدو تدعوة المهال دينا عن كلي أن كدقي سني تسوى عدالة در يا مدي بيا نمن كان إلى أن أُيّر أو ويديه أم الويديه وحل وشجعي فإن كانوا هديهين كما يقول هذان الرجلان لابد إن نسي شجعيان هدي نمن قيهين أو نمن شر أم برايه وتهديهين أسلمتهم لهما ونودي وإن كانوا على غير ذلك هدي سدى غير كذيهين وصاعي سناهنا حميتهم وأن إلالين وأحسنت جوارهم جوار كذن وأن وناجين ما جاوروني أنت أنا إلى جوجان إلى درسهم ما دام أنا جا دورتين أو بقردي الدنيا كجري الدولة دي كجري أنا أنا جا إجسوا دورتين ما جريت أبويرين أنا إسكو إسكو وضو أغلب مهيرتاس قالت أم سلمة واحد تري ثم أرسلنا جاشي وصاد والناصد ريو يدعونا أسمع نو ير يلي لقائه لماذا أيو نير قف الناصد فاجتمعنا وانصو إيماني قبل الذهاب إليه أنت أن آذن وقال بعضنا لبعض وحن إسوي دينون إسنري إن الملك بقركو سيسألكم وإذن ويدين دونا عن دينكم دينتيني فازدعوا عدايا بما تؤمنون به وحد رميسنتين وليتكلم عنكم هايدين هذلو جعفر ابن أبي طالب ولا يتكلم يسهدل أحد غيره قف كلن يسهد قام بيسو قارين وحير هذين أنا وحن صوب عن سو إلهي درتي ما وحن بدن سو دينتين أمها دينتان الذي أن أمن سنين وذن أنا شاقنا بس هل قف أنا هنو هذلو وأنا جعفر بن أبي طالب وانو هذي قالت أم سلمة واحد تري ثم ذهبنا وانتقنا إلى النجاشي فوجدناه يعني نجاشي وحانو كهلني قد دعا إنو إيري بدارقته مركا وانيقا نو إيري مضحد يهدن يرقي دولة دورن بو إيري سير وين بو قبطي وين فجلسوا وين فريستين رجال الدولة مضحد يعني دين تهدن يعني وقيسسك يعني بادريالك يوحي هدن يا سوفريستي عن يمينه وعن شماله مثل تي بذحده كفر يعني وقد لبسوه ويحرتينه ضيالستهم يعني ضيالسان كودي بيحرتين وي وأدركي مركا علمذو بإقالين جرين ضيالسدو جمع ضيالسان وهو كساء أخضر يلبسه الأشراف والرجال الدين رقب مدحضة أي ورق الدين تأي قادن جرين أي علمذو الدين كودا واعتمروا وحي يعني أي قلانسهم وحي مدح كدوبتين قلانسهم يعني كوفيه دين ماذا حي قشدين تاجج كودي كوفيه دين ماذا حي ولا قشدين ونشروا كتبهم كتبته دين ويفتسدين بين أيديهم ورطو
دقلنا على دقيسنا يا دين تودي على دقيسنا قلنا دين بيشجعنا يا سما نبان كي دعوين هنا وحيك دعوين هنا الدين تأنا دين كسر تقول إن تين أنا يسجلين الدين عصم قطان مرك كتب تودي أردنا ويساقاتن ووجدنا وان هل نجاشي أكتي عنده عند النجاشي عمر بن العاص إياه وعبد الله بن أبي الربيع الله وذنين قراش إيه صادرتين واقفة ديان فلما استقر بين المجلس ومجلس كي مركان سفي عنه وسقنانه وصو فريسانه ونلسوه يسوما مركان فريسانه ودمانت سفي عنه وذا فريسانه التفت إلينا النجاشي ونجاشي بأن سوفيري قال وحيري ما هذا الدين الذي استحدثتموه لأنفسكم وفارقتم بسببه دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل وكبل الله يسأل ما هذا الدين الدين كان محوية الذي دين كانوا استحدثتموه أسود الرسيسين لأنفسكم نفتين أن أدنك أدوضتان وفارقتم أدكو فارقتين بسببه سببتين أساق السببتين دين قومكم أدوغتكتين ولم تدخلوا إن سوقل في ديني أنك دين تيدا ولا في دين أي قفنا إن قلن دين ديس ومن هذه الملال يكمل دين كلنا مين قلن وديما هذا كجراء الدنيا كجراء فتقدم منه وحاو استاغ جعفر بن أبي طالب وقال وحجر أيها الملك بغر كنو كنا وحان وهين قوما قوم أهل جاهلية يعني قرن أن دين لهين وجاهلين أيانهن أهل جاهلية نعبد الأصنام أصنام بانو عابد جن ونأكل الميتة ميتة أيان عني جرني بختك ونأتي الفواحشة وحيالها فاحشة دان لإيمان جرني زندة إيا حمانة إيا وحا عنو ردن بان سمين جرني ونقدع الأرحام قرابة أيان قين جرني ونسيء الجوار درسك أيان حمين جرني ويأكل القوي متك أنك حوق قلو عني جرني ومنا أنك أنك مدعا ضعيفة متك تورت دار نمبا ننكو كحوق بذي وكو استاق جرني وبقينا وانباقهن على ذلك أرنتاس حتى بعث الله إله إله وصادر إلينا حق أنك رسولا رسولا ومنا أنك أنك مدعا نعرف أن قرنين النسبه نسب كيس رسول أن نسب كيس النقان إيه وصدقه رنتيس وأمانته أمانتيس وعفافه دور سنانتيس فدعانا ونوير إلى الله لأنه وحده إنا وحدنا وهو نعبده أن عابدنا وهو نخلع أن كتقنا ما كي كنا أنا هي نعبدك وعابده نحن أنا جي وآبانا آباؤنا آبيالك أنا من دونه إله سكديس وحاصل من الحجارة دقحيالي والأوصان أسنامته وقد أمرنا وحوم من أمر النبي عنك بصدق الحديث هذا الكين الرم كشر نرند جود ذل وأداء الأمانة أمانة إلى جودنا وصلة الرحيم قرابة إلى نحرينا وحسن الجوار درس كينا وناجنا والكف عن المحارم وحيالا حرام تودن إلى نسك إلى له وحق وحقن الدماء ديج إلى بدبادن وديج أنا سكت دادننا إلى ديج بدبادنه آية حقن الدماء أي حفظها وعدم إراقتها ديق هنا الحق در الأودادنا ونهانا وحنا قلنا هي نبي قلنا عن الفواحش فاحشة ذي حمانة الزنا ذي وقول الزوري مرقات بين الله وأكل مال اليتيم أقوم تمال كذا ولا عون الله بابه وقد في المحسنات أقبلها محسنات كذا ورسون ولا قد في حمان لغش يا جواي وأمرنا وحنا أمر النبي قلنا أن نعبد الله إلهنا عبد وحده وكله ولا أن نشرك به شيئا وأحدنا أن أسري العبادة دي سقفنا أن لو داجنا وأن نقيم صلاة صلاة إنا نؤقنا ونؤتي الزكاة زكاة إنا نبحنا ونصوم رمضان إنا نصورنا فصدقناه وان رميني وآمنا به وان رميني واتبعناه وان رعني على ما جاء به وحليم من عند الله إلى حقيسه وكليم فحللنا وان حللنا ما أحل لنا وحلنا حلل وحرمنا وان حرمنا ما حرم علينا وحلنا حرمنا فما كان موسى هاني من قومنا قوم كانك أيها الملك إلا أن عدوا علينا إنا إن واحد قد بينه مركان سيده سميني والدين تاس حقا أنقى ذني قوم كيني ما نوحد قد بي فعذبونا وين عذابنا شد العذاب عذابتك وقدر ليفتنونا إنا نفذنا إيان عن ديننا دين تانا ويردونا إن عليان إلى عبادة الأوثان أصنام تعابتان كذا إنو عليان فلما ظلمونا مركان ظلمية وهو قهرونا إن قهرين وهو ضيقوا علينا إن عريريان وأنك عبادة سوين وحالوا أي كالتهدين بيننا وبين ديننا خرجنا وان بحنا إلى بلادك نلقى على نصب بحنا يا رضا هذا واخترناك أذانك دورنا على من سواك ذلك كاسو هارودن بقرر ذلك كاسو هارودن أذانك دورنا ورقبنا وحان جعلنا في جوارك ذلك درسني ماذا
ورجونا وحن رجينين وان آد ورجينين هذا أن لا نظلم إننا لا ظلمنا عندك هذه أكتاظة إننا أكتاظة أن الغض ظلمنا آد بان ورجينين هو. قالت أم سلمة وحيت فالتفت النجاشي نجاشي وهم العسد إلى جعفر بن أبي طالب مركو خطبة دمية جعفر بن أبي طالب أيو فيري نجاشي بافيري وقال وحو يري هل معك معك ما يهي شيء شيء ومما كيك مذا جاء به نبيك نبي نولي من عن الله دينته النبي إنه حق إلهي كليمت وحمك تقانا هذا قال وحو يري نعم قال وحو يري فقرأه علي بل إيقود الأغري فقرأ عليه وحو كد الأغري كاف هيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا سورة مريم أي أخرية سورة بلابيو مركز حتى أتم سدرا من السورة إلى سورة قيبت هذه هرورن قصة مريم مريم بنت عمران قصة سورة كجهل ليس قيبت هرورن بو أخرية قال أم سلامة واحد تري فبكى النجاشي النجاشي بأوي نجاشي وأوي حتى اخضلت لحيته قركيس إلى أي قيدو بالدموع اللي انت إلى أي قركيس قيس أي وبكى أساقفته رجي يعني رجال الدين هاي ودن رجي دين تقوى ويناي ودن أساقفتي يعني وعلمتي إيا قسيسين ترجي وحي قانو ودن وي وذي حتى بللوا كتبهم كتبتي أكل بحسنين هرتا إلى أي اللي انت وذي قيسوا ولما سمعوه وحي مغلان ومن كلام الله إله كلام كيسو وهنا هل كاسو قال وحو يري قال لنا النجاشي وحو نو يري إن هذا متكن الذي كاسو جاء به نبيك نبي إنه ليمت إيه والذي كي جاء به عيسى نبي عيسى ليمت لا يخرج وصوب حيا من مشكات واحد هل نور أهو كليا هل ميل أهو نور هل نور هي كسو وضا بحين واحد لمشكات واحد واحد آية مرحبا آية ثم التفت أم العسد إلى عمر إيه وصاحبه عمر بن عاص وفدي قراش إيه صادر تيه صاحب كيبو فيري وقال لهما وحوير انطلقا اسكتك عمر إيه صاحب كيسو اسكن نقضى آية فلا والله بان كو دارته لا أسلمهم إليكما أبدا ولقي إذين ديبي ما إيه أرطا اسكن نقضى لمن كان لمن أن إذين ديبا يما هي أرطا اسكتك قال أم سلمة وحيتري فلما أخرجنا مركان صوبحنا من عند النجاشي توعدنا عمر بن عاص بان نوغو دي وقال وحو يري لصاحبه عبد الله بن ابي الربيع صلى الله عليه وحو يري ونوغو دي وان نغنا وان مقلينا والله بان كو دارتي يعني ارنتي وكو غوليسن واي سوما خيلت كانوا ربا حدنا انو سمي والله بان كو دارتي لا اتي ان الملك بقرك وانو تغيا قدم بري ولا اذكرن له وحان اشيغيا من امرهم ايغا امركود ما شي بان اشيغيا يملا صدره لابتي سكبوخيا قيدا عرو منهم أيها حقوا أي وهو يشحن أي فؤاده قلب جيسا كب حين يؤ يعني كرها كهشئ النعاب له لهم أيها النعيو وح وكنع ووقع راض ودين تود أي قبته أيان أش يجدون بري ولا أحمل أنه وحنكون باريا على أن يستأسلهم إنه بجرد جيو الله يو حتى إنه الناس عليهم ما كعسنا يسومها إنه بالله يو على أن يستأسلهم إنه فجيو ومن جذورهم حددها إنه أسيبه الله يو تاسان كحن باري فقال له عبد الله بن أبي الربيع وحويري لا تفعل هيال يا عمرو عمرو لمن كان يعني هيال سيدا أنك هكدر فإنهم أيه من ذوي قربانا وقرابي نويهين وإن كانوا قد خالفونا هبن خلاف لو ذن أنك أصلا حريص بدنا يعني هبن خلافين لكن وقرابة أهل بيان نويهين هكدر نمنك هكدر يعيون الله ينوى فقال له عمرو وحوي ردع عنك هذا اسكدا وركس والله بان كل دارته الا اخبرنه وانو شيغي بما يزلزل اقدامهم وحقومدهود لولا ايان اشيغي دونا والله لا اقولن وحانو دحي دونا له بقرك انهم ايغو يزعمون وحي قبانو شيغنيان ان عيسى ابن مريم عبد نبي عيسى انو ادون يهي بي قبان قولدان ما قبان دي نبي عيسى انو ان اله يهي بي امسين سوما marka nimankaan waxay ku sheegayaan ilaahiini dhamaabay adoon ku sheegayaan barisaasan dhig doona oo nalayn doona ay ugu Abdullah ibn Abi Rabi'a la hadlay war hayeel ma jirto wax
فلما كان الغد مركي بريد لقاره دخل عمر على النجاشي بأسوق له وقال له وحويري أيها الملك بقر كانوا إن هؤلاء كواس الذين كواسوا آويتهم آدنتي كوا يعني ودن كاغا سوق لسي وحميتهم آد إلى لسي ومن قليل آسيسي يقولون وحيليهم في عيسى بن مريم نبي عيسى بن مريم وحيكو شيئا يعني قولا عظيما قول وين فأرسل إليهم أدروا وسلهم بالويدي عما يقولون في وحي كقبان نبي عيسى محيو إياه بل ده ويدي قال أم سلمة وحيتري فلما عرفنا ذلك مركان أغاني نزل بنا وحان نقدقي من الهم مركتي والغم ما با نقدقي لم نتعرض لمثله قد مرق أن ولي قيد بنا سوامر إما نوسوه امتحان هاي عمر بن عاصم بها دبجوه ورمحا دبجوه وامتحان هاي مركا وكربك لهدنا وامتحان وهدنا بقر كبا ييري وندتك وردنبو كل من اياه مركاسا هدنا نلقوه يدين يدتك هرتوه نبي عيسى شاقة وعاد قابل سندين وحان أمن سنة إنين أو أمن سنة إنين وان أقنا هدان خلافنا ندي مركا عبسي أمسا ما هدى دبا إيماني يا وقال وحو يري بعضنا لبعض أنكي باس لهذا ماذا تقولون في عيسى بن مريم نبي عيسى محان كسي يقدرنا إذا سألكم عنه الملك بقر كادو يدين ويدين فقلنا وحان دي قام بان قادل والله بان كدارنا لا نقول فيه كقول من إلا ما قال الله وحو إلهي كسي يقدرنا وحان كلون أمان كدر مانا أمان كبت بازنا وحان كلون كسي يقدرنا مجرى إلا ما قال الله ولا نخرج في أمره أمر كيسا كبح مينو قيدة أنملة حبنتا فرطة حبنتا قدر كيسا كبح مينو إلهي سوء أدون ما كبت شاقين يا عبد الله ورسوله سوء إلهي مدين أنا قتاهم ما كبت شاقين وح كلون كدوين ملا إنا أن وحير كدونه لقام إياه آية ولا نخرجه كبح مينو نخرج كبح مينو في أمر أمر كيسا قيدة أنملة يعني حبنتا فرطة قدر كيسا عما جاءنا به نبينا نبي عنه وحنه ليم آية وليكن هنغض وليكن ها هذا بسوي ذلك ما يكون وحين وقف سنبه نوقف سنبه وحي إلهي كل شيء نبي عيسى نبي قينونا ونوغو شيء أرين تاسدين عنا كم مرمين وليكن ها إماذا ها أطلع بسوي ذلك ما يكون وحي هاني وحين وقف سنبه يعني وقف سنبه هما أنكو بتبادنو هما أنكو دمانو ثم اتفقنا ونسكوها فقنا على أن يتولى الكلام هذا الكائن وتولي أنو دينو عنا حق عنا جعفر بن أبي طالب أيضا فلما دعانا النجاشي مركو نويري دخلنا عليه ونطقنا هذا فوجدنا عنده وقت سوحان كهل بدارقته بدارقته مدح دي دين تورن با ماشي فرده على الهيئة التي رأيناهم أن أرقنا عليها من قبل سيد مركو رلو فرده وكالأنبو هذا أجمعي ووجدنا عنده وقت سوحان وحان كهل عمر بن عاصي وساحبه لوذي إنكارنا قريش اي سو درتين واكن واكفر ديان بقر وحو مركز تنبو دراي نبو مسماري وايق فلما سرنا مركانا هاني بين يديه بقر كورتيس بادرنا ونلسو دقدقي بقولي هذا الكيس ماذا تقولون في عيسى بن مريم عيسى بن مريم محادكو شيء قيسان فقال له جعفر بن أبي طالب وحويري إنما نقول فيه وحانو لنا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم نبي قانا يوحون لي مده ونو شيء فقال النجاشي وحجري وما الذي يقوله فيه نبي نمحوك الشيقية فأجاب جعفر وجوابه يقول عنه نبي نمحو ليه عنه عيسى حقيس وحوك جوابه يقول ليه إنه عبد الله ورسوله وأدونك إلهي وأن الرسول كيسو صدره والروح هو وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البطول وكلمته هو التي ألقاها أوتور إلى مريم مريم دي العذراء عذرا ذهب بكرضا هذا ولقيت بأن لجورسنين البطولي وان أي فما إن سمع النجاشي وموسى مقال قول جعفر حتى ضرب بيده الأرض قعنت ورنك قرفت وقال وحول والله ما خرج عيسى ابن مريم نبي عيسى كمون بحين عما جاء به نبيكم نبي نوحو ليم مقدار شعرة تنقدر كذا كمدو نواي وحو نبي نولي نبي عيسى وأنصدا ونبي نشاك يا ورعجب وحي لما لينا يبما يعني وحبو كدوية هاي وحو نبي نسيه تنقدر كيذا كمدون فتناخرت وحاقي لي البدارقة مدحدي كوي يعني باذرياشي هي علماء دي أساقفة دي ماشي فردي ايا دواقي من حول النجاشي استنكارنو لما سمعوا منه وحي كمغلي مور
قلنا واحد كم قلنا النبي عيسى وأدون إلهي وأنا الرسول نجاسنا وكل راعي وحنا النبي نلهي مدوية ونعيسى ساسوك يمالنا كم مرسنا قلنا ذي مركب ماشنا ما أحد يودين تهيد وضد كبين تأوش يا عيسى وإلهي وإنا إله لها وحي بها مركز لدواء هكم بأسلية لمركب فتناقرة ويتواقينهم يعني أخرجوا صوتا من منوف سنك أي صوت قصوا بعيدا عنا وين ريمان وين ريمان وهذا إنجلسيهن فقال وحوي لنجاشي وإن نخرتم ولقين بالريمة نبي عيسى وأنساس ولقين بالريمة بول ثم التفتوا من العيسى ديو أنك من صوم العيسى وقال وحوي اذهبوا تقى فأنتم آمنون أرضي ستقى أذنكم آمنين باتين أنك أوضح لنا هاي كوانا أنك أقنعين يا أرضي ستقى يا مركة وركب واضح ماذي هاي حقنا إلهي با أغرغاري سبحانه وتعالى ثم التفت إلينا أبو نصوم وقال وحوري اذهبوا فأنتم آمنوا آية من سبكم منك إذن عايو غرما ومن تعرض لكم عوقب ساسوير منك أذنك إذن عايو وحيدن كشيغو وقال لك قدية ومن تعرض لكم منك واحد بايدن كوصو بمبحان عوقب والعقاب يا تابان كراهد بقر كبيرا تستاي ووالله بان كور دارتي بقر كوحوري ووالله بان كور دارتي ما أحب مجعلي أن يكون لي إنه يسقنا هذا جبل بور أو من ذهب ذهبا وأن يصاب إلا أصيب أحد أحد منكم أنك إذا كمل بسوء حمانه أي أحد أنك إذا كمل إن تبير لجارسيه كم بدلنا يا بور إذا لو ذهب كم بدلنا ثم نظر وفري إلى عمر وصاحبه وقال وحيري ردوا على هذين الرجلين هداياهما لبذنن إيه مركز توني بصوا نغني يقطع نورته هدية ودوس علي وحي كان انه هديه وسعليه فلا حاجه لي بها انه مر به قال ام سلمه وحيتري فخرج عمر باصوب حي يا وصاحبه صاحب كيس مقصورين ايغو يعني دبرك كجوي مقهورين هو يعني لقى قالب نقضي يجراني جيديو اديار الخيبه يعني هوغ يا خساره يعني فرقه دي جيديو اي ماشي كسوبخ ايو ارنتودي كوغول درايست او خيلت كاستا ده اسكو ديان يعني اسوروبي ويدي اي ماشي كسوبخ أما نحن أنجا فقد أقمنا وأنجا نعيدنا جاشي بخير دار دار مش وخير بني مال لجوا يعني ودنا لجوتي وخير بني مع أكرم جار درس للجوا نك وخير بناؤه قضاء جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب ورمسه هو أسقي وزوجه في يعني في الرحاب النجاشي نجاشي ودنا كيسة يجري سايو جوجي يعني ودنا كيسة اللوجة جداية يعني عشر سنوات طبن سنو أيها الكاكسونا آمنين حاليهين مضمئنين جعفر بن أبي طالب يزوجد إيسا أسماء بنت عميس يعني أصحاب تهلكا جوكتي بإلقى بين طبن سنو أي ودنك أرض الحبش الجوغين أيقو آمن أواي وفي سنة السابعة للهجرة سنو دي تضباة دي هجرة يقادر بلاد الحبش أرض الحبش كسوة تقاموا مع النفر جميعهم من المسلمين كمدا متوجهين حالي وصعدانه إلى يثرب وأمر يعني نجاشي وهو يعني إسلامي يعني ضد دور أنا أي كو إسلامين ماشي أصحاب ربنا يعني هلك أصحاب مذبذن أي جوجين مركا كذب يصادر يعني أنتو سوسة قوتي يصير عن سوء ببحي أي يصادر يا أصحاب متوجهين إلى يثرب أي مدينة أجيده فلما بلغوها مدينة مركا يسوق قارين كان رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم عائد المتكس والله أبتي لتوه وقت جيسات من خيبرة يعني يعني سردي التضباد وخيبر لقب سديوة آية فتح خيبر يمرك كاس والله أبتي النبي بعد أن فتح الله له إلهي مرك أفر مقال وقب سدي ففرح النبي وكفر حي باللقاء جعفر جعفر يعني إمات كيسي فرحا شديدا حتى قال إلى النبي يري ما أدري ما قرني بأيهما لبضتيكه أنا أشد فرحا أن آد وكفر حي أبي فتح خيبرة خيبر فرشاد هذه قبصة شاد هذه من كفر حياء أم بقدوم جعفر جعفر إمات كيسية وقلد سواء ولم تكن ميسان هان فرحة المسلمين ومسلمين تفرح عامة يعني إيو الفقراء منهم خاصة يعني بعودة جعفر بأقل من فرحة رسول الله يا مسلمين ترمان تود سيدا النبي قو كفر حياء سيد لمدة أي قو كفر حياء خاصة أنه حكوس فرح الفقراء إن عائلة أبو المساكين بالأورنج الفقراء أدب وقرونا أدب وقفر عنواي
ولم تكن ميسا أن فرحة المسلمين عامة مسلمين تدمانتون إيا والفقراء منهم خاصة مسلمين تكون هذه فقرضها خاصة بعودة جعفر جعفر سو نقط كي سيكو فرحان بأقل متكير ميسا هاني من فرحة الرسول الله من فرحة الرسول رسولك فرحي سي صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان جعفر جعفر وحوها شديد الحدب آهي شديد الحدب بوها على الضعفاء ضعفاء تتك ضعفاء من حريسي سيئات وبدن تايب شديد الحدب أي شديد العطف بوها على الضعفاء كثير البر بهم آد بو يعني وناك وسمين جري سواء حتى إنه أسو كان وحوها يلقب مدلوغنا نيسا بأبي المساكين أبو المساكين بالأورنجري أخرج عنه أبو هريرة أخبر عنه أبو هريرة أبو هريرة وحو كشاقي أبي جعفر جعفر بن دالب وحو كشاقي أخبره وحو ورمي عنه عن جعفر أبو هريرة وحو كشاقي فقال وحو كان خير الناس تتك كان خير الناس تتك متك ما هو خير بدن بوها لنا معشر المساكين هدانو النهي متك ما هو خير بدن وحوها جعفر بن أبي دالب أبو هريرة وحو كم ده أصحاب الصفة صمى نمنك فقرة آية تدواتك يا قرآن كي يقاني مسايدك جو جريب وكجري مركا هدانو نهي مساكينتي ننكر موقرهم وحوها جعفر بن أبي طالب فقد كان وحوها يمضي بنا ونوذي جري إلى بيتي قرقس فيدعمنا ونقودين جري ما يكون عنده وقتي سوحيا حتى إذا نفذت عامه راشين كيسو مركو رمادو أخرج لنا العكة قنبها أيو نوسو ساري جري قنبها التي عكة داسو يوضع فيها سمن فيها سمن صبق اللوشو جري وليس فيها شيء أيضا وحبك جري فرنشقوا أوادل دلاعينينا وأن العقوة ليفينا ما يعني ما علق بداخلها وحي هوس لذا سبق وكل دقيبا كل ليفينا ونتان كلا دل دلاعينا هل كاسي قارتي يعني دي أغديس قم به سبق كجري جري لغي استفاد جو بنان كسور دقيا مر كاسا لك لجاحيا قدها وحي كجري ودفن كابان كل ليفينا حوكا كاسا بيقع بينا بولي أبو هرين أي. لم يضل موسى ديران مكس جعفر بن أبي طالب في المدينة مدينة وحبذ موسى جوغن ففي أوائل سنة الثامنة للهجرة جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازلة الروم في بلاد الشام سنة تضباط بصوغة لزوما سنة سيديداد من نبقى عيدا بدياري سنة لباد لو سنة أهان لهيد هاي للهجرة يعني جهز الرسول رسولك دياري صلوات الله وسلامه عليه جيشا عيدا لمنازلة الروم روم يعني آذان في بلاد الشام وأمر عليه على الجيش عيدا كمحمد حكا قد زيد بن حارث وقال وحي النبي إن قتل زيد هدي لدلو أو أصيب الله أصيب الله داوعه فالأمير أميرك جعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر هدي لدلو أو أصيب هدي الله داوعه فالأمير عبد الله بن الرواح فإن قتل عبد الله بن الرواح هدي لدلو أو أمس أصيب الله داوعه فليقتر المسلمون هدورتين لأنفسهم أميرا منهم فلما وصل المسلمون مسلمين تمركي قارين إلى مؤتة وهي قرية قرية واقعة على مشارف الشام شام جيس كذا قطع لاوي في الأردن يعني وطن كأردن ليرة وجدوا ويهلان أن الروم قد عدوا إلى الديارين لهم أيجا 100,000 واي بقول كن أيه أدياري تظاهرهم بقول كأكون الروم كأي دياريين غير روم أي دياريين تظاهرهم أي تعاونه وعاونه يسو وحوجين يسو 100,000 أخرى بقول كن وكلاه من نصارى العربي عرب كوي نساروبي أو من قبائله لخم إيا وجدام إيا وقضاعة وغيرها عربت أنت هذه قالوا هاي ذي نصارى ذي واحد قالتنا بقولكم باكسة أورط الروم نبقول الله بقولكم يا الكالودي كديارنو أما جيش المسلمين تعيدا كوضنا فكان وحوها 3,000 صدحكم كليها صدحكم إيا الله بقولكم بالكور وما إن التقى الجمعان مكل من لبضي عيدا ودارت ما يسوريين رحل معركة ذا يعني وهاي ما يسوريين دقال كذي حتى خر زيد بن حارثة إلى أوضاعي سريعا حاله مقبلا غير مدبر سقون عررين ودقال لما يلا دليل سقون عررين أو مقبلا أيوة دنتو لدليل فما أسرع محاكا دقدق بنا وصبا إنو بود جعفر بن أبي طالب عن ظهر فرس فرس أو أسقى سارنا كانت له أسوناتي فرس كي أسارنا بودور كيس كسو بود شقراء وعقد ثم عقرها فرس كيف أنتو كدقي أيو فرس كي لبضا بغنو تكون رفتيوي سيفتي سيو وو بغنو قوي فرس كي بسيفه وو كو بغنو قوي حتى لا ينتفع بها الأعداء من بعده سيئن عدو قوي انتفاعه وجعل وحمل الراية بندير الدبو قاده وأوقل وو دحقلي في صفوف الروم روم صفكو دبو دحقلي والحال هو أسهو ينشد شعر كان قاده
يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم الروم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنصابها، علي إذ لاقيتها درابها. أسلي يا حبذا يا حبذا، ما حكونا أكسنا الجنة جنة أي حبذا يا برارو حبذا، وحاونا أكسنا دي الجنة جنة ونكسنا إيه واقترابها دوانتي دي جنة سوء دواتي واي أي طيبة وهي جمالا مدونا أكسن، وبارد شرابها عبتان كيدون أؤاد وقبوية هيوي. والروم الروم روم روم أوي والرير روم قد دنا عذابها، عذاب كيدي بعد وذا يكون العذاب كان هذا وضع مين إنه واحد الانتورن وقالوا والعذاب نار بأسعده. والروم الروم أوي قد دنا عذابها، عذاب كيدي بعد وذا كافرة أوي تو إلهي كوكو فريسي وهي بعيدة أنصابها، النصب كيدون هو نجد رياده وعجبي لما كان وعرف ما ده يا بعيدة أنصابها، النصب كيدون هو فقية وح نصبهم ولاقينا مال أي علي دوس إذا وحاء ونسكو واجبين يا إذا لقيتها مركان لك كل مضربها إن سيف كجرع قوس وحكلوا نقدر حي مجر سيف وما نقدر حي هو ظل وحوى هذا يجول إنه ورجع في صفوف الأعداء بسيفه ويصول وكجرع عيوي حتى أسابته إلى أصيبته ضربة قطعت يمينه مدك تكجوس فأخذ الراية بندرد وقال الراية بشماله بدح وقال فما لبث موسى النجان أن أصابته أخرى متك لا كدع قدع شماله بدح ذك جويس فأخذ الراية بصدره لا بت أيوك قاذ إياه وعد لديه إلا بدع عدودود أنت على جوي أنت سوما لا بدع عدودود كليه أوجو مركز على كاكو قبت بندير دي مقاي على كاس أنت واد قال الله ياو فما لبث موسى النجان أن أصابته إني أصيبت ثالثة ضربة صدح هذا كله تاسو شطرته شطرين لا بقى أكدك تياسقرم سقرم فأخذ الراية بنديرد وحاق هذا منه جعفر وحاق قال عبد الله بن رواح فما زال كمزل يقاتل إنه تعلم أيه حتى لحق بساحبيه لبدي ساحب له وهلا لا سنو ولا دلي بلغ الرسول الرسول كوحاق أرتي صلوات الله وسلامه عليه مسرع قواده يعني صدح ثلاثة أصدح لها قواده ثلاثة صدح ذنينه هو جانك والنبي كده أم جعابي صدح ذي بإلا دلي فحزن عليهم نبي وأمر جي أشد الحزن مرق مد أو درن أي وأمده أو حن بضوء وانطلق النبي قواته إلى بيت ابن عمه إلى بيت ابن عمه أي جعفر بن أبي طالب أذيركي ويلكي سجوري سو جعفر بن أبي طالب فألفى زوجته أسماء بنت عميس فألفى وهل النبي وجد وهل زوجته جعفر بن أبي طالب زوجته أسماء بنت عميس نهيد تتأهب أيضاً ديار جروبيس لاستقبال زوجها نينك هذا سيوسو دوين لهذا القائب يا مغناو يعني حاسك هذا مرق نينك هذا كم مغني هاي يعني وي ديار جروبيس أو وحي هذا ويكو قابل لهذا بديار نيسا فهي أيضاً قد عجنت عجينها عجين كذب يعني أي مركع قوشتي وي هيدو يعني كاك هذي بسكت كي وحي قسمي لهي قسو دوين لهذا عجين كي قصتي وقسلت يعني بنيها عرورتنا ويقبيسي ودهانتهم عرورتنا ويقصبكتي وألبسهم مركاسي درق روح بدنا ويحرتي وي أي يعني أبا إيمان أبا إيمان يسوق الإيدي خاصي لذ قالت أسماء وحيتري فلما أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركونا سوقا بلي رأيت وحان أركي بيتري غلالة يعني ومن الحزن غلالة بان أركي بيتري ومن الحزن توشح دبوشي وجهه الكريم يعني قلالة مرة لديه جري الثوب الرقيق مرجل حسن بالليه جري يعني قلالة وسطري وي وح أستري من الحزن يعني قلالة أسو أسترتي من الحزن مرقة تأسو توشح قرسي وجهه الكريم فصرت المخاوف عبصبها في نفسي نفتي نقش عبصبها إقش غير أني أنه لم أسأل مان سؤال أي لم أشأ ما ندون أن أسأله إنا ويدي عن جعفر جعفر هرت الرجل إنه مرسي يا وان أركيه وحلاص وشاجي مرك ما ندون بيتري إنا جعفر سؤال ما نسؤال مخافة أن أسمع منه ما أكره وحان أن 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 كنحه إنا كم مقلان كيابيت مرك أرك النبي قوم مرسن أيان إنا وحان سكت داعي بيتلون ديدي إنا ويديون ترى رسول كلاه جعفر بالكورن حالك يسمح كدم بي حلو حان كيابيت لو واحد يبوي إنا كم مقل ودنتي إنا يرى
فحي النبي وسلم وقال وحير ائتني إيكن بأولادي جعفر جعفر عرتي سيكن فدعوتهم له ونوية النبي فهبوا ويسويا عن نحوه النبي حقيس فرحين حالهين أيقوا فرحسن آية آية مزغ آية مزغر دينا أو يعني دلا يا عي مزغر دينا أرد يوا أيقوا دلا يا فرحسن أي النبي حقيس ويا عن وأخذوا وحيد جلن يتزاحمون إلى يسكو عليه عليه النبي كرجيس نقول بينه سلام الربع ويسكو صوت داريا كلود كل كل أرك يريد حدونا يا أن يستأثر به إنه أسقوا لك لنقض النبي قاه والنبي هلا يعني أو أسقوا قاضي أم حمبار أم أسقوا هوس تجري أو هوس مرني والبين أسقوا لك لنقض روا فأكب عليهم أكب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام عرورتي وصدا وغفر صدي وجعله حدود جلي آية يتشممهم إنه شمناي وكفر صدي النبي عرورتي وجعله حدود جلي يتشممهم إنه شمناي وعينه والحال عينه النبي لو يسأله تدري فانا إلمن هي من الدمع تدري فانا إيش ميان من الدمع إلن فقلت وحان ربيت المرك أرك النبي أوي يا رسول الله بأبي أنت وأمي أباي هو يد الله كفرت ما يبكيك محكاهوي أبلغكم وحك سوغاري عن جعفر جعفر يا وصاحبه شيء جعفر يا لودنين وصاحب كيساها صاحب ديها وأد مرحبا كدقت ميا وحكا سوغارين قال وحو يري النبي نعم لقد استشهدوا هذا اليوم صدح دوديبو ما انت اي شهيدين بو النبي عليه الصلاه والسلام عند ذلك يقاضت البصمه من وجوه الصغار عند ذلك يقاضت البصمه نحذنتي ايا غشاي من وجوه الصغار عرورتي يريرا وجهودي نحذن بافوش يعني لما سمعوا مركي مغلان امهم هويدو تبكي ايغو اويس وتنشج قيلس marka asmo markay nabi ku yiri saddexdoodii maanta ay shahiideen oo hinbay xaq ula carartay ula jeys arurti markay arkeen hooyadooda oo yeeso naxdin baa wajigoodi wajamadu way qalafeen oo fi amaakinhim qofla arkam anigu la arkay anigu meeshii asoo naxsan oo waxa ay hooyadood la ooyeysa la naxay iyo mid walba meeshii ku angagay wajamadu fi amaakinhim kaanna ala ruusihim at-tayr baad madashin bir inu madaxooda saaray أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لا وإسكتك النبي وإسكت نقضي والحال هو النبي يكفكف ريب يا عبراتي اللي انتي سيقول النبي سأتر تريو ويقول أوليها اللهم اخلف جعفرا إلهي جعفر خليفي له في ولده الميز اللهم اخلف جعفرا في أهلي إله أهل كيسة وخليفي له بدل إله أيال ثم قال وحوي النبي لقد رأيت جعفرا جعفر بان أركي في الجنة له جناحان أسقو الله بقى رب له مدرجاني بالدماء لبا قرب لي هاي لبدا قربنا ديق با سدا لو مري او شهادته ديق موقت هي ديق قيامها وي لا سو بخيانو ديقود و خوبو نوقنيا شهاده وا شهاده يعني اني سو دنتين با علامه لو غرناي شهادتودي واي marka laba garab ba ilaahay ugu bedeli markii labada gacmood laga gooy labada garabna mudarrajani bidima diig ba sida lo mari wal xaalu wa asagu masbuqul qawadim قدمكي أم بقى قوادم لو جمعية أقدام يعني جمع أبا نانجر لكن قوادم بوكو يعني وهو أسوى مسبوق القوادم أفرت أدنى عاد يعني السبق إن لو قليب هذا مدائي ونديقاس يا لو قلي أفرت أدنى وحقنا يعني مسكك كأدوك بنوى آية رضي الله عنه وأرضاه جعفر طيار أي نبي جنة دحدة أسوى كدولة يلا بقى ربله ملائكة مع الملائكة اللدولة يعني أركيب النبي مركز أسوى حلو أرنجري جعفر طيار آية أفرك يسكدولة يوم أي رضي الله عنه وارضاه الله سبحانه وتعالى